اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا مع كتاب الله. وفي سورة آل عمران يقول ربنا سبحانه وتعالى وهو يصل الأمة الإسلامية بمن كان قبلها لأنها أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، طب وده بيحكيها لنا ليه؟ عشان نحن مش تاريخ، دي حقيقة ومش حقيقة تاريخية نقف عندها، دي حقيقة تاريخية نستفيد منها في حياتنا إلى يوم الدين. وتملي تقرأ القرآن كده إنه هو بيخاطب الناس أو بيخاطب من كان قبلنا أو أنه يحكي لنا القصص، فإنما هو لنا نحن، مش بيحكي لنا حدوتة، لا. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، بيحكي لنا عن أنه أخذ ميثاقا وعهدا على الذين أوتوا الكتاب. هم مين الذين أوتوا الكتاب دول؟ واحد يقول لي اليهود والنصارى ومن أنزل الله عليه. طيب من أنزل عليه كتابنا كمان؟ ما حدش واخد باله أبدا من الحتة دي. ده أنا من أهل الكتاب كده، المسلمون أهل كتاب وكتابهم إيه؟ القرآن. يبقى أهل الكتاب في القرآن ممكن تطلق على معنيين، معنى السابقين ومعنى من منحه الله ووهبه ومن عليه بكتاب. يبقى يدخل في المعنى ده إيه؟ يدخل منه فيه المسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، أي حد أوتي الكتاب يبقى في ميثاق بينه وبين ربنا كده، يبقى احنا ندخل ولا لا؟ ندخل، ما احنا أصحاب كتاب اهو. وكتاب ايه؟ حاجة تانية، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف. كتاب ايه؟ محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتاب ايه؟ هدى للمتقين. كتاب فصلت آياته، يعني حاجة كبيرة أوي. فإحنا يعني من الذين أوتوا الكتاب، ولذلك الميثاق ده يشملنا. مش على طول أول ما تيجي كلمة الذين أوتوا الكتاب تروح ذهنك إلى السابقين، لا، ده إحنا داخلين أيضا فيه. الميثاق إيه بقى؟ لتبيننه، يبقى ما فيش سر بقى نخفيه. نمرة اتنين، ما نحرفش الكلام. نمرة تلات، نؤمن بيه كله. ما أقول لك أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. نمرة أربعة، ننفذه قدام الناس علشان نكون أسوة حسنة ليهم، لحسن الناس اللي بره اللي ما همش عارفين الكتاب بيشوفوني ويفتكروا ان هو ده الكتاب. فلما ما تعملش يبقى مصيبتك مصيبتين. المصيبة الأولانية انك بتعصي، والمصيبة التانية انك بتضل الناس اللي شايفاك بره وما عندهمش الكتاب يقروه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه، واللام هنا للتأكيد، لازم تبينوه. يبقى نحافظ عليه، نؤمن به كله، نظهره، نطبقه للناس، مش ليكوا بس. ما قالش لا تبيننه لكم، ما احنا عارفين، وليه النهار قاعدين نقرأ ونسمع ونتبرك بيه وكل حاجة.
للناس للخلق كلهم 6 مليار، يبقى في اذاعه وفي تفاسير، يبقى في سر العينه بين اللي على في قلبي في لساني، ما بخبيش حاجه. ولا تكتمونه، يبقى هنبينه ومش هنخبي حاجه. فنبذوه وراء ظهورهم، ادي بقى العله اللي حذرنا منها. فنبذوه، فاوعوا تنبذوه انتوا بقى، وراء ظهورهم. نبذوه وراء ظهورهم يعني لم يطبقوه. يبقى المسلم اللي مش راضي يطبق بيرتكب جرمين، جرم انه بيعصي، وجرم انه بيضل ويضلل ويتوه التانيين. ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. لما نبذوه وراء ظهورهم وما طبقوش، شوف الكلام، شوف الكلام بيقول ايه. نبذوه وراء ظهورهم يعني خلوه وراء ظهرهم كده، وده معناته ايه؟ انهم مش شايفينه، ومعناته ايه؟ انهم قد افتقدوه في حياتهم، ومعناته ايه كمان؟ انهم مخبيينه. ها، ما المصحف شوف انا حطه ورا ظهري اهو، ما انت شايفه، حجبته عنك. ومعناته ايه؟ اننا وقفنا بين الخلق وبين الله. الخلق كده خلقهم ربنا واراد ان يوصل لهم كلمته، يعني مش هيقعد يكلم كل واحد. والله، فروحنا جينا احنا ايه؟ حجاب بين الخلق وربهم. يا خبر ابيض، ده مش خبر ابيض ابدا، ده خبر اسود. تتحول وقد اكرمك الله من شخص من اجل انك نبذت كتابك وراء ظهرك فحجبته عن الناس بيانا وتنفيذا، تتحول إلى عائق لوصول كلمة الله للخلق. اوعوا يا اخواننا تكونوا عائق لوصول كلمة الله إلى الخلق، اوعوا، لحسن دي مصيبتها كبيرة قوي. طيب، أنا لما حطيته ورا ظهري وافتقدته وحرمت الناس منه جريمة، بس الجريمة اللي أكبر بقى من كده إن أنا لما افتقدته معرفتش أعيش، فعايز أعيش بحاجة، فدورت على الحاجة دي واشتريتها، يبقى حاجتي الأصيلة معايا وأنا رايح أشتري إيه؟ حاجة تانية. واشتروا به ثمنا قليلا، لما افتقدته وانا في الحاجه اليه رحت شاري هدايا تانيه، نظام تاني، نموذج اخر افكر بيه عشان اعيش. ما ينفعش اعيش كده، لازم في حاجه تهديني. خبينا ده ونظرنا، فلما نظرنا اشترينا حاجه تانيه. واشتروا به ثمنا قليلا، اشتريت حاجة كده بمليون جنيه، فأنا مستعظم قوي. المليون جنيه، المليون جنيه ده ثمن قليل جدا، ده لا يقدر بثمن. اشتروا بيه حاجة تاني، فبئس ما يشتروا، مش نعمة، لا، اللي انتم بتشتروه ده هيتسبب في انكم هتتعودوا عليه، وانه هيضلكم، وانه هيغيب عنكم الكتاب، فبعد كده مش هتعرفوا في حاجه، وتنقلبوا الى الله يوم القيامه فيعاقبوا. نسال الله السلامه والتوفيق والسداد، فان الهدايه انما يخلقها الله في القلوب. والى لقاء اخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.